كرم اسم الراحل الشيخ مصطفى اسماعيل وفن السماع، كان عبقرية في الأداء، وكان يعني عاوز أقول ينتقل، يعني إحنا يعني كل مفهوم الإنشاد والسماع اتعلم من هذا الرجل اللي كان يعني يكفي إن رياض السنباطي يعني قال لك هذا الرجل تخت شرقي كامل. ده غير طبعا عبقريته في مسألة اسلوبه الجديد. فبالتالي احنا اخترناه لان هذا الرجل بالنسبة لنا مثال مهم جدا في فن السماع. كرمنا اسم المعلم فهيم جرجس رزق، ده برضو وفن السماع، ده يوزيد من خلال التراث القبطي العظيم جدا، لان هذا التراث ومع المقامات والتراث الاسلامي هو تراث واحد حقيقة ومقام واحد. فإحنا من خلال ده ومن خلال ده بنكرمهم في فن السماع. جليل عالم جليل رئيس الشيخ علي جمعة هنكرمه إن شاء الله. وعندنا الأنبا موسى أسخف الشباب هنكرمه. عندنا الدكتور محمود حمدي زقزوق وهو الأمين العام أيضا لبيت العائلة المصرية. دكتور علي السمان وحوار الأديان. المكرمة الأخيرة منشد كبير عبد القادر المرعشلي من سويا. أول مرة يحضر السنة دي السنغال، عندهم شغل كويس قوي في الإنشاد. عندنا أيضا من أفريقيا غانا، ودي أول مرة. رومانيا برضو هتبقى أول مرة. أسبانيا، لا أسبانيا جات قبل كده بس المرة دي حقيقة فرقة دي أربعة بس يعني من أهم يعني فرقة في العالم، يعني كلها بتروح تعمل فعلا احتفالات خاصة على مستوى العالم. في عندنا يا رب، في عندنا نيجيريا برضو، احنا متمين بأفريقيا على فكرة، وأثيوبيا أيضا دي أول مرة هتشارك في سماع. بالنسبة للفرق اللي احنا يعني هم معانا على طول، بس طبعا قصدي الدول الفرق بتتغير. عندنا الهند طبعا هتشارك معانا كل سنة، والصين ايضا هتشارك معانا. وكانت الصين كان في دورة من الدورات عملت اداء كان لطيف جدا، كتبت كلمة سماع بالخط العربي بشكل لطيف جدا، وحتى عملنا لها معرض مخصوص في القلعة. سريلانكا، وعندنا تايلاند، وعندنا اليونان، وعندنا باكستان. طبعا عندهم مجموعة فرقة اللي جاية دي فرقة مهمة جدا برضو لان هم بيكون ذخيرة وثراء في المقامات الروحية. امريكا داخلة برضو معانا. المغرب، عندنا الجزائر ايضا هيشاركوا معانا. فرنسا معانا، تونس معانا، الكويت معانا.